السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم يا أهل الخير في اليوم العشرون من رمضان، في اليوم العشرين من رمضان 1441 للهجرة، 13 أيار مايو 2020. الأمور ما زالت في تحسن، وأشكر الله العظيم رب العرش العظيم الذي لم يخزيني معكم، ولم يعني ما طلعت بسواد الوش عندما بشرتكم بفضل الله بقرب انتهاء الوباء. الأمور تحسن بشكل سريع، أعداد المرضى تخف في ستوكهولم، أتكلم أنا الآن، أعداد المرضى المصابين بالكوفيد، المستشفيات بدأت يعني تخفف الأمور اللي يعني الإجراءات الاحتياطية التي أخذتها الشركات الطيران، والاتحاد الأوروبي سوف على هذا الصيف سوف يفتح الحدود حتى يتم السفر، النرويج فتحت السفر بشرط يعني معين، يعني الأمور جيدة جدا وفي تحسن. الآن أنا أتكلم عن الآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم الخير هذا في ستوكهولم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم نفس الأمر في جميع الدول، خصوصا الدول الفقيرة التي فيها المساكين. اليوم قرأت بأخ كتب عن عدن في اليمن أن 800 شخص توفوا في عدن خلال 10 أيام، 800 شخص، ولكن ليس من الكورونا، إنما من مرض آخر، مرض تنقله بعوضة أو هكذا، ما بعرف إذا هو حمى الضنك أو الدينجو أو ما بعرف شو هذا المرض، يعني مرض عجيبة غريبة استوائية. نعم، شو كمان بدي أقول لكم يا حبايب القلب، عملوا الدراسة اللي عملوها، أنا طلع ما عندي أنتي كروبر، والله أعلم شو يعني، يعني ما عندي أجسام مضادة للكورونا، الله أعلم يا ترى تعرضت لهي الفيروس ولا ما تعرضت، ما بنعرف، هل عندي مناعة أو ما عندي مناعة، ما بنعرف. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنه يحميكم جميعا. هذا المرض كما قلت لكم عجيب غريب، لا نعرف له رأس من رجلين. شو كنت بدي لكم، في أخ كتبعت لي رسالة، أخ حبيب، قال هن وقت كانوا مرضى استفادوا كتير على استماع القرآن الكريم، حتى وقت كان الأخ أحد الأخوة في على المنفسي استفاد جدا بالاستماع إلى القرآن، وهذا لا شك فيه، وننزل من القرآن ما هو شفاء. تمام، الله يا رب يعمل قلبكم بالإيمان ويجعل القرآن فعلا هو الشفاء لكم. في ناس كثير مكتئبة، هو صحيح الجو بيكتئب، السويد جو كئيب جدا في ستوكهولم، وأعداد المرضى اللي تدخل المستشفى بسبب الاكتئاب كثيرة أيضا. القطط اجت من حظها هذا الكورونا، لأنه الناس صارت تجيب قطط عندها على البيت أكثر من دور القطط، في دور القطط بالسويد بيحطوا فيها القطط اللي ما عندهم مكان، سموها كتهم، يعني كتهم مثل دار للقطط. يعني شو كمان بدي أقول لكم يا حبايب قلبي، اليوم احنا انتقلنا على مكان جديد، مثل شايفين امبارح كان العمل ممتاز جدا بالنقل، سبحان الله، انا يعني بهرت بالتنظيم والعمل، يا اخي السويديين شاطرين، وقت بدهم يساووا شغلي فعلا شاطرين، بيعطوا من كل قلبهم، بيشتغلوا تك 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 تك، كان كل شيء منقول بأحلى ما يكون، بأحسن معاملة، ما في واحد عم يعبس، ما في واحد عياط، ما في واحد عصب، كله عم يشتغل من كل قلبه، شيء حلو. المهم هدول التنتين اللي كانوا مسؤولين عن النقل، طبعا بالسويد انت كموظف مو انت شغلتك تنقل، بيجيبوا شركة بتنقل لك حتى انت ما يجعك ظهرك او تحمل او شيء، هن بينقلوا لك غراضك، بحطوا لك اياهم الغرفة وانت بتضبضبهم. انا هسه ما ضبضبت الغرفة تبعي. المهم هاي اللي التنتين اللي كانوا مسؤولين، واحدة منهم جوزة بالبيت اجى بكير كتير على القسم، تصوروا، مع انه مو شغلته هاي ولا له علاقة، كتب هاللون الوراء المكتوب عليهم الحروف مرحبا ويلكمن، وعلقتهم بعدة اماكن، وجابوا عصير، وجابوا واحدة التانية هذليكي بنتها عمل شوكولاتة كلات كاكا، هي بحبها كتير كلات كاكا، فعم تحكي معي، قالت لي تفضل، قلت لها انا صايم، قالت لك ايه، قالت لي انت بتفطر بعد ما ينزل الشمس، قلت لها ايه، قالت لي بدك تاخذ معك على البيت اليوم ضروري، ما بخليك الا ما تاخذ معك على البيت
وتاكلها وقت الافطار. والله حملتني قطعه شوكولاته هيك حطيتها بالشنتاي وسكاكر عشان اخذها معي على البيت على الافطار. يا اخي الناس، يا اخي الناس اذواق فعلا، في ناس مزوقة. او حبيبي إيه، الله يجعلنا جميعا هيك من الناس الطيبين، والله يبارك لي فيكم. أعيذكم بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة، من شر كل عين لامة، ومن شر كل فيروس ومرض وداء وإصابة وسرطان وجرثومة وكل مرض. وصلى الله وصلي على سيدنا محمد. وأعيذكم بعزة الله وقدرته من شر فيروس الكورونا وكل مستضعفاته ومضاعفاته وعقابيله ومشاكله، اللهم آمين. وصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.